Harley Quinn together. So today's video, I'll be reading part 1 of Sujood and Sam to ayah number 20, Mista, inshallah. A'udhu billahi min ash-shaytani rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. هل أتى على الإنسان حين من الدحر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا حديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما عصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فواقهم الله شر ذلك يوم ولقاهم نضرة سرورا وجزاهم بما صبروا جنات حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا كوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تصبى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رعيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رعيت ثم رعيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضرا واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. Thanks for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, we'll see you on part 2.